من مدينة القداسة، من كربلاء الحسين الشهيد وأخيه العباس العميد، انتظرونا مشاهدين الكرام في أكبر مسابقة قرآنية دولية خلال شهر رمضان المبارك. ووصينا الإنسان بوالديه لله واذكر الله كثيرا ثم هو ملاحظة بسيطة بس على القراءة، حرف اللام المثقلة. المقامات متأرجحة. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. نعم. الكلام اللي راح أقوله هذا لا تنبؤ عن جائزة العميد ونهاياتها ولا ضمان لي شيخ محمود. نعم. جئت إلى أبي الفضل واسمك فضل، وهذا مشترك رائع وجميل. شكرا أستاذنا. وجدك اسمه أوميد، والأوميد هو الأمل، فكلك أمل إن شاء الله. الله عليك. سبحان الله. حبيبي كنت رائعا باختيارك الصحيح للمقامات وتنقل الأصح الجميل للطبقات الصوتية، وكنت جميلا بأدائك للزخارف الصوتية، فكونوا على الموعد.